يحيي فلسطينيو الخط الأخضر اليوم الذكرى 41 ليوم الأرض، يوم قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 من أبنائهم الذين انتفضوا ضد قرار مصادرة الآلاف من أراضيهم. هذا وقد باشر فلسطينيو الداخل بفعاليات إحياء الذكرى التي تشمل زيارة قبور الشهداء وأضرحتهم، فيما تستعد لتنظيم مسيرات في عدد من البلدات وتسير نحو مهرجان خطابي ينظم في قرية دير حنة. وقد شاركت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في إحياء هذه الذكرى. وفي قطاع غزة شارك عشرات الفلسطينيين في مهرجان مركزي قامته القوى الوطنية والإسلامية في مدينة بيت حانون شمالي القطاع بمناسبة يوم الأرض، تخللته كلمات لممثلين عن عدد من المنظمات الفلسطينية. دماء الشهداء تستدعينا، تطلب منا أن يتوحد الشعب الفلسطيني كله في خندق المواجهة ليواصل كفاحه ضد سياسة الاستيطان. لنقول لهذا العدو إن الحقوق لا تزول بالتقادم، وشعبنا الفلسطيني مصر على المضي في طريقه والتمسك بحقوقه والانخلاط في ثوابته نحو تحرير أرضه ومقدساته من دنس المغتصبين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بلدة سخنين مراسلنا بشار صغير. إذا بشار، لو تنقل لنا الأجواء العامة لإحياء الفلسطينيين الذكرى 41 ليوم الأرض. نعم، فعاليات إحياء الذكرى 41 ليوم الأرض بدأت سارة كما ذكرت بزيارة أضرحة وقبور الشهداء الستة الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المظاهرات التي اندلعت في داخل فلسطيني احتجاجا على مصادرة الآلاف الدنومات من أراضيهم. طبعا شخصيات شعبية وسياسية من صفوف فلسطينية 48 كانوا قد زاروا القبور ووضعوا عليها أكاليل الزهور. يلي ذلك مسيرات شعبية سوف تبدأ من مكان تواجدنا أي هنا في بلدة سخنين، سوف تتجه شرقا باتجاه قرية عرابة ومن ثم إلى قرية دير حنة، حيث سوف ينظم مهرجان مركزي خطابي لهذه المناسبة. طبعا القوانين الإسرائيلية التي يراها في الفلسطينيو الداخل عنصرية بحقهم تلقي بظلالها هذه السنة على إحياء هذه ذكرى يوم الأرض. نتحدث هنا عن قوانين على رأسها مشروع قانون حظر الأذان وما يعرف أيضا بقانون كامينتس الإسرائيلي الذي ينادي بالإسراع بهدم الآلاف المنازل غير المرخصة. طبعا الحديث هنا يدور عن المنازل الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. في المهرجان الخطابي سوف يتحدث الفلسطينيو الداخل عن هذه القوانين وعن ضرورة التصدي لها بأي شكل من الأشكال. أضف أيضا أنه وكما ذكرت سارة فأن فعاليات إحياء يوم الأرض لا تجري فقط في أراضي الداخل الفلسطيني وإنما أيضا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. كانت هناك عدة فعاليات لإحياء هذه الذكرى في الضفة الغربية، وكنا قد علمنا قبل قليل بأنه في قرية مادما قرب نابلس كان العشرات قد أصيبوا بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع التي أطلقها جيش الاحتلال عليهم. مراسلنا من بلدة سخنين بشار صغير أشكرك على جملة هذه التفاصيل.